مع الأستاذة كريمة النزار وحيث تحقق الشكل. بسم الله الرحمن الرحيم. أشكر الحضور وأشكر المحضرين وأشكر الأزمة السياسية التي أتاحت لنا فرصة اللقاء، وأتمنى أن يكون لقاء مثمرا تسوده روح المواطنة والديمقراطية. أولا، نعلم أن المغرب عمل منذ عقود على إشراف المرأة في جميع الميادين، وقد سجلت تضحيات جسام في كل أنواع الكفاح إلى جانب الرجل، واستطاعت أن تحقق مكاسب حيوية بفضل كفاحها وتجاوب جلالة الملك محمد السادس مع تطلعاتها. ولكن المسيرة لم تنتهي بعد، لأن تواجدها بمراكز القرار لا زال ضعيفا، ويعتبر المغرب نموذج بالنسبة للعديد من الأقطار العربية والإسلامية فيما يخص الإصلاحات التي انخرط فيها، والمتمثل أساسا في المصادقة على الاتفاقيات الدولية وسعي الدولة إلى تحقيق مبادئ المناصفة بين الرجل والمرأة من خلال إحداث هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز. أما النسبة التي طرأت على فيما يخص النسبة المخصصة للمرأة في البرلمان غير كافية، لذلك أصبح من الضروري انخراطها في العمل السياسي في ضوء المتغيرات السياسية والاقتصادية الراهنة، وعليها أن تبرهن عن وجودها وعطائها في جميع الأصعدة، وكذلك عبر العمل المثمر والبناء لها. كما أنها يجب عليها ترجمة رؤية جلالة الملك المتعلقة بتحقيق التنمية المستدامة التي تقوم أساسا على العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص وتحقيق المناصفة التي جاء بها الدستور 2011. يجب الانتهاء من نظام الكوطة في أفق الوصول إلى المساواة الحقيقية المبنية على مبدأ المرأة والرجل في اللوائح الانتخابية. كذلك فيما يترقب في الأجواء التي تسود في الأوساط السياسية خاصة حول النساء، أن الأوضاع في بعد الانتخابات الجمالية بالخصوص الجهود التي اتخذتها الدولة للدفع بتمثيلية النساء عبر أحداث صندوق خاص لدعم تمثيلية النساء المقرر بعشرة ملايين درهم في ميزانية الدولة إلى جانب التعديلات المحدثة على مدونة الانتخابات ورفع عدد المقاعد المخصصة للنساء. وأذكر أن الفكر السياسي للحركة الشعبية ينطلق من إيمان راسخ لدولة المؤسسات والحق والقانون المؤثرة بالدستور كأسمى قانون يحدد الحقوق والواجبات. والحركة الشعبية مؤمنة غير الإيمان بالرابط الوثيق بين الديمقراطية التمثيلية والديمقراطية التشاركية، وتولي مكانة الوازنة لفئة الشباب والنساء والمغاربة المقيمين بالخارج. وقد عمل الأمين العام السيد حمد العنصر دائما إلى إسهام المرأة والدفع بها إلى الأمام، قناعة منه بالدور الذي تقوم به سواء في تربية النشء أو تهيئ الأجيال. والحركة الشعبية كانت سباقة للاعتناء بنسائها منذ ميلادها، وقد أعطيت إشارة قوية في المؤتمر الحادي عشر الأخير من خلال نسبة النساء في أجهزة الحزب، حيث تمكنت الحركيات من اكتساح تنظيمات حزبية وطنية ودولية، وتتواجد بقوة في المجتمع المدني. وتسعى جمعية النساء الحركيات التي أسست طبقا للظاهر الشريف 1-58-37 طبقا لقانون الجمعيات، هذه الجمعية تكونت في 2006 وهي تسعى إلى تقوية وتمكين النساء للمشاركة في المجال السياسي والاجتماعي والاقتصادي وضمان المساواة في جميع التشريعات. الحد من الهشاشة والفقر والعنف بهدف القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. دعم مفهوم المرأة السياسي القائم على حقيقة أن حقوق الإنسان عالمية ولا تتجزأ. حقوق النساء هي حقوق إنسانية أولا، تقوم على مبادئ المساواة والعدالة. هذه الجمعية أصلها الأستاذة زهرة الشكاف، زيادة على الهيكل الإداري واللجان التي توجد بداخلها. ورغم هذه المؤشرات الإيجابية، إلا أن استقطاب النساء للترشيح لانتخابات 2012 يوليوز المقبل تشهد صعوبات أكبر مما تشهده العملية نفسها لدى الرجل.
لا يمكن أن نخفي عدم إقبال النساء للترشيح، ربما ذلك يرجع سواء لتخوف المرأة من الإخفاق في أداء وظيفتها على حساب آخر، عدم الثقة في النخب السياسية، عدم لمس تغيير جذري داخل الأحزاب. إن إقناع المرأة بالترشيح في والولوج العالم السياسي يأخذ وقتا ليس بهين، سيما النساء اللواتي يحظين بنصيب أكبر من التعليم. المرأة تمثل بحكم طبيعتها، تميل بحكم طبيعتها إلى الانخراط في العالم الجمعوي أكثر من الناحية القانونية، العالم الجمعوي والإنسان. أما من الناحية القانونية رفع الكوطة مسألة مهمة، ولكن من الناحية العملية نرى مدى قدرة النساء على تقلد المناصب. منهن النساء اللواتي سوف يترشحن في المناطق النائية والجبلية التي تعرف افتقارا للمرافق الأساسية باستثناء المدارات الحضرية للمدن الكبرى. ومجازفة ضد مصلحة المرأة، حيث سوف تجد نفسها مقحمة في المجال السياسي دون رغبة منها ودون كفاءة، ويكون وجودها في الساحة السياسية مجرد من الفراغ فحسب. عدم التواصل بداخل الهياكل السياسية نفسها، عدم الوضوح في التنظيمات السياسية، ما زالت مراكز القرار مقتصرة على فئات. وإن أبرز التطورات المتعلقة بحقوق المرأة خلال السنتين الأخيرتين المتمثلة في 9 مارس 2011 لقاء الخطاب الملكي المتضمن التغيير والدعوة إلى مراجعة دستورية عميقة تتضمن عدة إصلاحات فيما يتعلق بالحريات والحقوق والمؤسسات. في 8 أبريل 2011 رفع المغرب بعد تحفظاته على الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. 3 يوليو 2011 تمت المسابقة على الدستور. وفي أكتوبر 2011 القانون التنظيمي للأحزاب السياسية في إحدى المواد تخصيص نسبة 1/3 في الأجهزة المسيرة لفائدة النساء في أفق الوصول إلى المناصبة، تخصيص لائحة وطنية للنساء والشباب خلال الانتخابات التشريعية 60 امرأة و30 من الشباب. وفي أول حكومة بعد الإصلاح الدستوري نرى غياب هذه المقاربة أي تشجيع مشاركة المرأة ووجود وزيرة واحدة في الحكومة. بعد تشكيل المجلس الوطني لحقوق الإنسان ضمن في تركيبة العديد من النساء، كما أن عدة نساء ترأسن لجان جهوية لحقوق الإنسان. بعد إنشاء هذه اللجان نجد 11 امرأة من بين 44 في تشكيلة المجلس معينات، وأربع نساء ترأسن لجان جهوية لحقوق الإنسان. وهذه التمثيلية النسائية هي هزيلة إذا ما قورنا مع ما تمثله النساء في الخريطة الديموغرافية للمغرب، والتي تشكل نسبتهن 50.1% من مجموع ساكنات المغرب، ويمثلن ثلث السكان. إن مشاركة المرأة في صناعة القرار السياسي تساهم في تغيير وتطوير الثقافة السياسية للمجتمع. ورغم أن المغرب حقق قفزة نوعية في تعاطيه مع المسألة النسائية بفضل الإصلاحات، فإن التدابير والإجراءات التي أحدثت من أجل توسيع المشاركة النسائية في الحياة السياسية ورفع نسبة تمثيليتها في المؤسسات الانتخابية لا تزال دون طموحاتها وتطلعاتها. وشكرا. شكرا.